انت قدم الماده بتاعتك، وبعد كده احنا شنو الجزء الثاني من الموضوع هيكون هو الاسئله والاجوبه بتاعت الناس. تمام، انا اسي دي بعمل خلاص تمام ماشي. بريف كده عن الموضوع بالنسبه للناس اللي بيكونوا متابعيننا في الفيسبوك، والناس اللي معانا هنا في السيشن دي موريدي معانا. هسه احنا بدينا الاستريمنج في فيسبوك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، رمضان كريم. مرحبا بكم في جلسه جديده من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين، اليوم الخميس 14 مايو 2020، والموضوع بتاعنا الليلة very interesting، موضوع شيق جدا. انت منو؟ ده سؤال بنتواجه به كلنا. ومهاراتك شنو؟ اهتماماتك، انجازاتك، افكارك، احلامك، التحديات اللي مريت بها. كل واحد فينا is multi dimensional، يعني ما في واحد فينا ممكن يعرف بس كمهندس ولا كوالد ولا كده ولا الى اخره. فعندنا الباشمهندس محمد صفوت، مستشار الاعمال الناشئه، بيحب القهوه، قال بعد ما بقيت مهندس ميكانيكي اكتشفت انه ايد على ايد تجدع بعيد. مقدمه جميله جدا واخاذه كمدخل لموضوع كيف تقدم نفسك. فنترك الفلور الان للباشمهندس محمد صفوت، تفضل. السلام عليكم كل الناس اللي بيشوفونا، ازيكم يا اخي؟ ان شاء الله طيبين. انا محمد صفوت، مستشار الاعمال الناشئه، ماجستير اداره الاعمال ومهندس ميكانيكي، بحب القهوه جدا جدا جدا. شغفي في الدنيا دي التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه. انتم نو؟ طيب، دي الطريقه اللي انا بقدر اقدم بها روحي للناس. في المقام الاول، اول حاجه سيلف انتروداكشن، يعني انت تقدم نفسك كيف؟ It is in the world، في الكلمة ذاتها نفس يعني شنو؟ زي ما قال الدكتور أنور أنه يعني نفسك دي مكونة من حاجات كثيرة جدا، مكونة من اهتماماتك ومن مهاراتك ومن درجاتك العلمية، وأنت فاشل وعندك إنجازات، وأهم حاجة في تحديات كثيرة مرت بك أنت واجهتها. طيب، كلنا عارفين المثل اللي بيقول يعني the tip of the iceberg، يعني قمة رأس الجليد، ودي عادة كناية عن أنه الشل بيكون جوانا كبير جدا، بنقدر إحنا نطلع بس تلت من شخصيتنا ونفسنا للناس يعني بصورة عامة. طيب، العالم الآن فيه 8 مليون شخص، 8 مليار شخص، يعني 8 billion people موجودين في العالم. الناس ما تعرف بعض، يعني وجود عندنا في الثقافة بتاعتنا. نعمل بين على موضوع ثقافة حنجي نتناقش عليه أسئلة. فأنت بتلاقي ناس كثير في حياتك أكيد بيناتك بينهم مصلحة، المصلحة دي هي شكلها عامل كيف، دي بتعتمد على أنك حتقدم نفسك كيف عشان الأمر ده يمشي لقدام. طيب، تقديم النفس في ثقافات مختلفة، يعني أنا محمد دول سوداني والآن عايش في قطر، موجود هنا، وقطر عبارة عن جلوبال ميلانج، تلقى فيها جنسيات كثيرة جداً بتلاقيها، وفي ثقافات كثيرة مختلفة. أنا أقدر أقدم نفسي للثقافات المختلفة دي كيف بصورة عامة، وأنا تركيزي كله على السودانيين، كيف إحنا نقدر نسوق لأنفسنا. وزي ما أثار النقطة دي يعني دكتور أنور، أنه يا أخي لازم نعرف نسوق روحنا. تمام، احنا مهاراتنا وامكانياتنا عاليه جدا، بس مشكلتنا ثقافيا دائما بنميل لانه احنا ما نبرز من مجموعه بتاع اشخاص معينه، يعني زول ما يكون ظاهر بصوره فرديه، ودي جايه لثقافتنا ذات الصياغه العاليه. في حاجه اسمها هاي كونتكست كلتشر، اللي هو دائما بيكون فيها الجروب ثينكينج، وبكون دائما السينيوريتي هي المسيطره على الكلتشرال نورمز بصوره عامه، على عكس ثقافات ثانيه ذات صياغ منخفض. الصياغ المنخفض ده دائما بيكون individualist، يعني بيكون الشخص بشخصه ما منتمي لمجموعة معينة. بنشوف مثال لحاجة زي دي مثلا عندك في الثقافة الأمريكية، لما الناس تجي يعني سن معين يكون وصلوا 16 أو 18 سنة بيحصل لهم introduction عن طريق حفل للمجتمع بصورة عامة. طيب، فلازم نميز، يعني احنا حنقدم روحنا للثقافة. تقديم النفس بيعتمد على الشخص الآخر. In absence of communication, perceptions become reality. الكلام ده معناه شنو؟ معناه أنه لما ما يكون في اتصال بين الأشخاص،
الاعتقاد الداخلي او الصوره اللي بكونها الشخص هي حتكون هي الواقع. طيب ناخذ سيناريو، السيناريو كالاتي: شخصين جو اتلاقوا، السلام عليكم. وعليكم السلام. واي زول مشى الحال السرير. طيب حصل شنو هنا؟ اي زول على حسب اعتقاده الذاتي والبرسبشن بتاعه وفهمه اسقط حاجات على الشخص الاخر ده، وقال يا اخي الزول ده بالصوره الفلانيه، عليها بيكون اتيتيود. الاتيتيود ده ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف. طيب اذا هو بوزيتيف معناته انا الشخص ده يعني مستعد اسمع عليه، اتناقش معاه وتفاعل معاه. اذا هو نيجاتيف حاسقط على روحي طوالي، وحاكون داخليا بدير نقاش مع نفسي، يعني انه الزول ده هو يعني منه لا لا والله بيشبه لي ناس يعني ما حابب اتعامل معه، والزول ده مريب، الزول ده مجهول مخيف بالنسبه لي. بيحصل اسقاطات كثيره في الموضوع ده. فالاهميه بتاعه تقديم النفس هنا بتكمن لنا في انه احنا لازم لما نقدم روحنا يكون الهدف بتاعنا انه ناخذ بوزيتيف اتيتيود من الشخص اللي احنا بنتعامل معه. عموما الاتصال بين الناس عنده اربعه مودز او اربع اهداف، ما اكثر من كده. الحاجه الاولى انه الاتصال ده بكل المعلوميه تو انفورم. الحاجه الثانيه انه بكون للتوجيه تو انستراكت، والحاجه الثالثه انه هو للترفيه تو انترتين، واخر حاجه تو موتيفيت. دي صياغات الاتصال بين البشر بصوره كامله شافيه ووافيه. اي اثنين ثلاث اشخاص مع بعض او مجموعه اشخاص بيكون في الاهداف دي للاتصال الحاصل بيناتهم. تتذكر انه اي زول هو الايسبرغ، جبل الجليد، وبيقدم تلت. طيب يا تلت انا اختار اقدمه. طبعا ده مثال كمي يعني، لكن حنجي نعمل انباكينج للموضوع ده بعد شويه. فانا حقدم نفسي على صوره، زي ما قلنا الانسان هو مجموع الحاجات اللي ذكرناها كلها من مهارات وتحديات وغير وغير وغير. فالمحدد بتاع تعرف نفسك لشخص ثاني عشان ما تكون زول مجهول، تاخذ البوزيتيف اتيتيود من الشخص اللي قدامك ده عشان يحصل التعامل، والتعامل ده بيؤدي لانه في مصلحه تتم، والمصلحه قلنا يعني هي حاجه محايده، لكن عاده في ثقافتنا احنا ذات المحتوى العالي او الصياغه العالي بيكون عندها نيجاتيف كونوتيشن، يعني انه زول المصالح، لانه احنا في الجروب، فزول المصالح بيحد عن الجروب فبيحصل له نوعا ما معاقبه اجتماعيه بسيطه، يعني لأنه يعني يتم التعامل معه كيف بالصورة دي. طيب هختار أنا يا تتلت اللي أنا أقدمه، محددة حاجتين: أول حاجة الشخص اللي قدامي ده منه، الحاجة الثانية المصلحة شكلها عام كيف بالصورة دي. تمام. طيب المصالح بيتم فيها سيناريوهات للتقديم، يعني إحنا متين بنحتاج نقدم روحنا. طبعا لقاء لأول مرة، الناس بتلاقي بعض لأول مرة، أو خطاب عام، أو مقابلة بتاعت عمل الجوب انترفيو. وتوقع كثير من المشاهدين المضمورين الآن يعني هم مركزين على النقطة دي. حفلات التشبيك اللي هي networking events، والتقدم للزواج، يعني لما تمشي تتقدم لوحدة تتزوجها أو لأبوها، يعني انت حتقول شنو أنا منو، يعني عشان تقدر تاخذ البوزيتيف اتيتيود ويتم في النهايه المصلحه بالصوره دي. طيب فالتريجر كان بتاع الميتنج بتاع يوم الليله ده، اللي هو انه كان في البدايه انه كيف تكتب نبذه عن نفسك. دائما النبذه يعني تتقدم في اللقاء الجماهيري، بيكون في مذيع، هذا المذيع او المذيعه بيقدمك للناس وهكذا. فحركز برضو على النقطه دي لانه ده كان التريجر بتاع الحاجه دي. طيب في الخطاب العام، اول حاجه يعني فنفترض انه انت عندك لقاء تلفزيوني او عندك لقاء في الراديو او حتقدم برزنتيشن لمجموعه بتاع اشخاص. طيب من شخصيتي الكثيره دي وانجازاتي احلامي التحديات اللي مريت بها انا حقدم شنو؟ طيب النقطه المهمه هنا اللي هي السلطه، انه انت لازم تقدم نفسك بصوره بتاعت وقائع حقيقية بتديك السلطة على المحتوى اللي انت هتقدمه. طيب الاوثوريتي ده او السلطة يعني هنا مفهومة انه والله يا اخي يعني تقديم النفس عنده علاقة بانه اوكي الزول اللي قدامي ده مؤهل، وانا حقدر اسمع له واخذ كلامه يعني على الثقة، يعني بصورة active listening. فدي حاجة مهمة جدا جدا. فاذا كان انت مثلا مهندس وفي نفس الوقت مستشار لأعمال
وفي نفس الوقت انت زول very interested بعلوم معينة زي cognitive process science زي high performance science والentrepreneurship، فأنا حقدم روحي على صورة يعني من الحياة دي كلها، ما شرط أقدم كاملا بس فيما يخص الموضوع ده بالصورة دي. طيب بالنسبة لمقابلة العمل، طبعا يعني أنا في آخر اللايف ستريم ده حقدم فورمولا، الفورمولا دي انه انت كيف تقدر تقدم نفسك، يعني اذا الناس تبعتها انا شايفها فيري افكتيف و يعني اشتغلت بها كثير، والفورمولا دي من ملاحظاتي انا الشخصيه الكثيره، يعني لانه الناس بتقدم روحها لبعض كيف، وانه انا قاعد اقدم روحي وجربت شنو اشتغل معاي وجاب نتائج. طيب اهم حاجه انه انسان مختصر تقديم نفسك، زي ما شفنا في البروموشنال بوست انه احنا عندنا 8 ثواني فاضي عشان الناس يعني يهتموا ويتعاملوا معانا، ولا 8 ثواني جاي من وين؟ طبعا دي باي ريسيرش، ريسيرش ده عملته مايكروسوفت، حاجه اسمها الاتنشن سبان للادلتس، للناس البالغين انه عندهم 8 ثواني. اليوم زحمه وفي حاجات كثيره جدا، يعني اكتيفيتيز كثيره الناس بتتعامل بها، فلما يكون في نيو ثينج الناس بتديها 8 ثواني اهتمام، بعد ال 8 ثواني دي بيقرروا طوالي بوزيتيف اور نيجاتيف اتيتيود، اذا نيجاتيف الناس حتبعد، اذا بوزيتيف الناس هيحصل لها انجيجمنت، ودي اهم حاجه في تقديم النفس ان انت لازم تو يعني induce engagement، أن الناس تتعامل وتتفاعل معك. engagement يعني أنه لازم يكون في reaction، أنه والله يا أخي سؤال أو شيء في تعبير الوجه، يعني مثلا انبساط أو انبهار بحاجة معينة أو كده يعني بالصورة دي. طيب تقدم روحك بصورة مختصرة في نفس الوقت بثقة. طيب أغلبية الناس بيقولوا أنه يا أخي أهان الثقة دي أجيبها من وين؟ الثقة دي انت بتجيبها من الانجازات بتاعتك. طيب يعني شنو؟ في حاجه اسمها كومبيتنس كونفيدنس لوب، الفهم بتاع الكومبيتنس انه انت عندك القدره على الفعل، قدر ما تعمل وتنجز قدر ما ثقتك بتزيد في النفس، قدر ما ثقتك بتزيد في النفس قدر ما هتتحفز انك تعمل وتنجز اكثر. فيعني مثال للحاجه دي انه يعني في اليوم الواحد الانسان لازم يسعى لانه يعمل انجازات حتى لو كانت بسيطه، يعني ما يتوقف على الإنجازات عشان ما يبني الثقة في نفسه، والثقة دي بترتفع وبتنخفض على حسب آخر تجربة في دماغ الإنسان، دي نقطة مهمة جدا جدا. طيب يلا نتكلم بعد ده عن الفورمولا أنه الناس. طيب محمد عليك الله، قريب المايك، قريب المايك شوية لك، صوت ضعيف من عندك يعني، بس قريب المايك شوية. أوكي تمام. طيب الصوت كان ضعيف خلال كل الكلام الفات ولا يعني؟ لا مسموع، هو مسموع لكن لو قربت المايك بيكون افضل. اوكي تمام. طيب يلا نجي للفورمولا بتاعت تقديم النفس يعني بصوره عامه. اوكي اول حاجه ابدا باخر انجاز ولا حدث مهم في حياتك، يعني تقدم شهاداتك او مؤهلاتك، شيء اكسترنال شيء خارجي، قدم حاجه انت عملتها، ممكن يكون عنوان وظيفي مثلا، ممكن يكون إنجاز معين أنت عملته أو شغل أنت بتأديه. أنا بجي أقدم نفسي أنا مستشار الأعمال الناشئة، دي أول حاجة شيء شخصي. بعد ذاك والله يا أخي ماجستير إدارة الأعمال ومهندس ميكانيكي، تمام، دي اللي هي تاني حاجة يعني عشان تاخذ الأثورتي أنه يا أخي زول ده فاهم بيتكلم عن حاجة هو عارفها دارسها ومدرك عنده فيها إمكانية أنك تأخذ الدرجة العلمية. الحاجة الثالثة جانب شخصي عندك، الناس بتحب التفاعل مع الناس، دي حاجة يونيفرسال موجودة في الهند في السودان في الغرب في أي حتة يونيفرسال، بتحب الشيء الشخصي الجانب الشخصي، يعني ريميمبر الناس بتخاف من المجهول، فأنت لما تكون مجهول الناس يعني بتكش منك شوية، لكن مجرد ما تخوض حاجة شخصية أنه بحب القهوة جدا فبقول يا أخي أنا بحب القهوة، تمام. بعدين اهتماماتك، يعني اهتماماتك شنو برضو دي بتحطك في المقدمة. حنجي ناخد يعني مثال كبير على الموضوع ده، اهتمامين او ثلاثة اهتمامات. اهتمام يعني شنو؟ اهتمام يعني حاجة شيقة بالنسبة لك وانت مهتم بيها بس ما لاقي الزمن او ما هي الشيء الاساسي اللي انت شغال عليه الان. طيب الاهتمام ده الفايدة بتاعته شنو؟ انه هو كده بيقلل الحاجز بينك وبين الناس، بتدي مدخل للناس التانيين انهم يتكلموا معاك في شيء معين. انا عايز اتكلم مع زول ده اتكلم معاه في شيء. الناس زي ما قلنا
في ادمغتها في حاجات كثيره جدا. فانا حتكلم مع زول ده اقول شنو احتمال ردود فعله تكون كيف بهذه الصوره. فانت يو نيد تو انفايت بيبل ان. فلما تذكر اهتماماتك اهتمامين او ثلاثه اهتمامات بتدي الناس مداخل لانهم هم يتكلموا معك. طيب اخر حاجه انه يعني بتغلف الموضوع ده بهدف حياتك. دي نقطه مهمه جدا. غالبيه الناس يا اخي انا ما عارف اقدم روحي شنو. والله يا اخي انا فني احسن زول بدق سيراميك وفي نفس الوقت عندي موهبه بتاعت غنى وبغني وفي نفس الوقت يعني عملت الانجاز الفلاني فانا اقدم نفسي على واحد من الشخصيات دي. تمام. ده درس مهم جدا جدا في مفهوم اسمه الايكي جينكاي اللي هو يعني قيمه نفسك البيربس اوف لايف هدف حياتك بشكل عام كيف. طيب انا اجيبه كيف الهدف ده يعني عشان انا اقدر اتكلم مع ناس اقول لهم الحاجه الفلانيه. الهدف ده بيتكون من اربع تقاطعات لاربع مناطق زي الفين دياجرام كده. التقاطع في النص ده هو مفترض هدف حياتك. اول حاجه انه حاجه تكون كويس فيها جدا وكويس فيها جدا دي لازم يجيك فاليديشن من الناس الثانيين. يعني انت بتشوف انه عاده الناس بتمدحك بتقول لك شنو الحاجه الفلانيه انت كويس فيها انت كويس فيها. الحاجه الثانيه انه لازم تكون بتحب الحاجه دي يعني لما تعملها بتكون مستمتع. والحب درجات ممكن يصل لمرحله الشغف وممكن يكون يعني في النص. الحاجه الثالثه اللي هو انه الناس محتاجه لها الشيء ده محتاج له الناس بجد. الحاجه الرابعه وبالنسبه on daily basis انت بتكون شغال على الموضوع ده. فانت لما تصل لمرحله الايكي جينكاي دي وتكون عارف هدف حياتك بصوره كبيره وتدخلها في الانترودكشن بتاعك كده بعدين انت بتكون كملت الاطراف كامله. لانه يا اخي من الشخص اللي قدامك ده اللي هو انا يعني من الشخص ده عشان انا اقدر اتعامل معه بعد ده واكون البوزيتيف اتيتيود واقلل بقدر الامكان موضوع النيجاتيف اتيتيود في التعامل مع الاشخاص. طيب مثال للحاجه دي. السلام عليكم انا محمد صفر مستشار الاعمال الناشئه عندي مجلس اداره اعمال ومهندس ميكانيكي بحب القهوه جدا 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 جدا. انا عايز ارتقي بمجتمعاتنا اقتصاديا اي حاجه عندها علاقه بالاقتصاديات وبعد ذاك بتدخل شيء انت وصلت له في الحياه عشان الناس اللي عملوا معك. انا بحب انه دائما اعمل الحاجات المهمه فقط الحاجات الايرجنت الضروريه ما بعملها. عندي الايرجنت اي حاجه عندها علاقه بالصحه فقط يعني زول عيان او لا قدر الله في حادث او وفاه او كذا. عدا عن ذلك ما في حاجه اسمها ايرجنت الدنيا ما حتطير. فعاده بشتغل على الحاجه الفيري امبورتنت ودي يلا بقوم اقولها للناس برضو يلا اجين من اول وجديد. كيف تقدر تقدم روحك في اول 8 ثواني تقدر تعمل انجيجنج للناس ويعني عشان ما بثقه تقدر تتفاعل مع الناس وتقضي المصلحه اللي احنا قبل قلنا عليها في اي واحد من الخمسه ايفنتات المعروفه اللي هي سواء كان في خطاب جماهيري او مقابله عمل او لقاء لاول مره او يعني تقدم لزواج وهكذا بالصورة دي. تريكاب الموضوع ده الفورميلا كالآتي. أبدأ بآخر إنجاز لك درجاتك العلمية. ثاني حاجة جانب شخصي عنك. هدف حياتك أو رؤية عايز تحققها. الاهتمامات بتاعتك. دي مهمة جدا بالصورة دي. فطيب ها يلا يعني هل الحاجة شغالة ولا ما شغالة ناجحة ولا ما ناجحة. في آخر لقاء جماهيري أنا قدمته بعد ما انتهى اللقاء في مرحلة في فقرة التشبيك جوني شباب سلام عليكم يا أخي سمعنا أن أنت بتحب القهوة جدا وإحنا عازمينك معانا في الكافيه بتاعنا في الخرطوم هناك تفضل درقمنا ويارد تشرفنا هناك. فده immediately لأنه أنا مستشار بتاع أعمال ناشئة والناس ديل عندهم عمل ناشئ immediately جاءت لي المدخل يعني ان هم دخلوا لي وقدرت بعد ذاك امشي لهم وحصل بعد ذاك كونكشن والان هم بيجوا من اهم الكونكشنات الموجوده عندي. طيب بصوره عامه ديل الموضوع باختصار وببساطه بعد ذاك نشوف انه يعني اذا الناس عندها اسئله او ممكن نعمل ديمو لانه شخص يتكلم عن نفسه بعد ذاك نوريه انه كيف يطبق الفورميلا دي ويقدم نفسه بصوره احسن واكثر فعاله.
شكرا جزيلا لك يا باشمهندس على التقديم الموجز، واسف هنقوم نفتح المجال لانه اي زول يا شباب من الحاضرين من اعضاء مجموعه الباحثين السودانيين لو عنده اي سؤال موجه هعمل ام ميوت للمايكس، رجاء الزول اللي بيتكلم يكون المايك بتاعه مفتوح، اللي ما بيتكلم يخلي المايك بتاعه ميوتد عشان ما تجينا اصوات من برا. استخدم الخاصيه بتاعت ترفع يدك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة. تعال بيجي تعال قلت هنا عشان تضغط مفتوحة. أصبر أصبر ميوت. ثمانية ثواني دي يا باشمهندس ما شوية، يعني هي بيز على الريسيرش شوية حاجة، لكن ما أعتقد إنها من كلتشر لكلتشر ممكن تفرق. يعني مثلا في السودان نحن الله يسلمك الله يبارك فيك دي بنات تاخذ لها 80 ثانية كده. والله طبعا يعني بالفعل يعني احنا ثقافتنا ثقافه بتاعت محتوى عالي، يعني تعتمد على الجروب، على انه الزول ما يطلع من النورم العام يعني بصوره عامه، فانه تقديم النفس دي ذاتها صعبه. يعني ما لقيتك يا دكتور في مواقف كثيره انه مثلا مشيت لصاحبك لقيت معاه ناس ما حصل التقديم ده، يعني السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخواننا، ده انور اتفضل اقعد. او اذا لقيت مثلا شباب في كافيه، الثقافه دي ما عندنا ان احنا نقدم روحنا لبعض يعني بالصوره الكبيره دي. ممكن تكون في بعض المجتمعات البسيطه، يعني اذا كنت مثلا امبير يعني شولدر تو شولدر، يعني مثلا دكاتره او في مجال عمل معين، لانه في مصلحه واضحه تماما من اللقاء ده بيكون شنو في التقديم يعني بالصوره دي. فيعني بصوره عامه الحاجه دي يونيفرسال حتى في السودان. هي الدراسه دي اصلا اجرتها مايكروسوفت، وهي اجرتها على انه يعني الناس لما تخش الانترنت بتفتح الحاجه بتشوفها، بعد ذاك بتمشي اللي بعديها يعني اسرع 200 يعني خلال كم. وطبعا كان الافريج اتنشن سبان 12 ثانيه، لكن مع الزحمه بتاعت الابلكيشنز والانترنت والتحور بتاع اهتمامات الناس قلت بقت 8 ثواني. فإت السيفر انه احنا ناخذ ال 8 ثواني دي كستاندر، يعني either we make an impression or not بالصورة دي. والثمانية ثواني دي هي حاجة كبيرة يعني ما حاجة صغيرة بالنسبة لنا يعني. فحتى في السودان يعني الموضوع سلامنا الكثير والله يسلمك الله يبارك فيك والكلام ده كله عادة بعد ما تشرب القهوة وتقعد حتى بعد ذاك تخش في الموضوع ده شيء مختلف. لكن في نفس الوقت يعني احنا مثلا في العهد بتاع يعني في ظل الجائحة دي أنا أغلبية الناس بيجوا يتكلموا عن طريق السوشيال ميديا بلاتفورم زي بيج زوم، البيزنس كونداكتد في حاجة زي دي. الناس محتاجة لناس كثير جدا عشان يقوموا لها بمهام زي إيكونومي والحياة زي دي. فأنت كسوداني لما تيجي تتكلم مع شخص ثاني يعني أنه أنت مثلا عايز تأخذ الجوب ده أو تكون في اتصال أو عايز تستفيد أو حاجة زي دي، ولازم أنت تبادر بأنه أنت يعني تعرف نفسك. الزول في الثقافة الثانية ديفنتلي زول دايركت انديفيدوليستيك، بعائل للشخص ما بعائل الجروب. ثقافتنا احنا شويه كده مختلفه. انا عندي نظره في السودان يعني بصوره عامه انه احنا انتقالنا الثقافي يعني من مجتمع زراعي وكان هادئ وامن بسيط لمجتمع يعني جلوبالايزد في وقت بعد ذاك حصلت لنا القفله دي بتاعت العقوبات دي، قفلتنا من حاجات كثيره جدا. الترانزيشن ده ذاته يعني مخلي عندنا لخبطه شديده جدا. عاده بنقول انه يا اخي والله يا اخي الحاجه دي بتحصل برا ما في السودان، مع انه الحاجه دي هي يونيفرسال. البني ادم هو نفس الشيء، البني ادم خلقته دقه واحده مهما كان هو من الجنسيه، وعنده سيرتن كوجنيتيف ابيليتيز وديسيشنز بتولد بيها، فهو هو نفس البني ادم. يعني حتى هي ذاتها حتشتغل عندنا في السودان. ناخذ سيناريو، والله يا اخي السلام عليكم، الله يسلمك، انا محمد مستشار الاعمال الناشئه، انت من اخبار ما حتلقى الثاني يعني كشف منك، بل بالعكس يميدن الفيشن.
لانه انت عارف انه انت جاي لهدف، عندك حاجه معينه، في مصلحه عايز تقضيها. زي ما قلنا في ثقافتنا مصلحه دي حاجه منبوذه شويه، هي حاجه محايده يعني حسب النوايا بتاخذ جانب يمين او يسار. فانا مينتين انه الحاجه دي يونيفرسال حتى موجوده في السودان، لكن احنا اتصال مع بعض لانه في ثقافتنا المكفوله خلتنا نحيد انه يا اخي الاشياء اللي بتشتغل ما بتشتغل عندنا، ذكر بالذات لما يكون حاجه دي هيومن نيتشر. نعم، دخلت معانا هي ناسي في الجلسه دي، لسه الصوت بيتحاول يربط، دكتوره ايمان سعيد مستشاره الطب النفسي. يا ريت لو برضو المايك بتاعها اشتغل عشان برضو تدينا من وجهه نظر بتاع السايكاتريست، شنو الحاجه اللي بتمنعنا احنا كسودانيين نقدم نفسنا بصوره كويسه؟ احنا يعني الواحد فينا عاش في دول مختلفه ومع ثقافات مختلفه، لكن دائما كان الواحد بيحس بالظلال بتاع الثقافه الصوفيه، انه ما داير يعني زي يقولوا اوفر سيل يور سيلف، بتحاول دائما. والله يا اخي انا انور استاذ جامعي باحث، بحب البحث العلمي والمجتمعات، بحب بناء المجتمعات كده. فقد يكون في حاجه والله من الحاجات دي بتعجب زول، وفي ناس سبحان الله من الثقافه بتاعتنا بصوره عامه يقول لك هذا فكاه في نفسه ويبدا التنمر تحديدا في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني من الصعب جدا جدا انه تلقى لك زول مقدم نفسه بصوره بروبر مودرن وستايلش وبتاع من غير ما يتعرض للتنمر بطريقه ما. فيا ريت لو كان نسمع من دكتور ايمان، ولا لو عندك تعقيب على الكلام ده. شباب انا ما شايف لي يد مرفوعه، لا ممكن تستخدموا الخاصيه بتاعت الزول اللي يتكلم يرفع يده عشان نعرف اللي يتكلم منه، نفتح له المايك. المايكات هسه مفتوحه، لو في زول عنده يعرف نفسه ويقدم سؤاله لمحمد صفر. طيب في نهايه المطاف هو فعلا زي ما انت قلت، يعني احنا دائما بنعاين للجروب لانه احنا ثقافتنا محتوى عالي جدا، السينيور فيها هو اللي بيحكم، والحاجات الابروبريت عندنا محكومه باشياء دائما عندها علاقه بالجروب ما عندها علاقه بالجروب. ثقافه وشيء كبير جدا، ده شيء لا يمكن نقاومه، ما في اثنين. لكن في نفس الوقت يعني موضوع التنمر ده في السوشيال ميديا كان طلع وقدم نفسه بصوره كويسه وغيره، ما عنده الاثر الكبير على الانتاجيه بتاع الشخص ده. يعني في النهايه بتلقى انه في نعم يا دكتور. اي واصل. فموضوع التنمر ده يعني هو عنده يعني علاقه بانه يا اخي عاده هو اسقاط للاشخاص على الشخص المعروف اللي هو قدم نفسه ده، فهي شيء نفسي داخلي عند الشخص ده بيخليه انه هو اجريسيف او حتى يكون باسف اجريسيف تجاه شخص. لكن خلينا نسال روحنا سؤال في الحياه العمليه، الشخص اللي تم التنمر عليه وده بيعرف يقدم روحه بصوره كويسه، هل قادر يحقق المصالح ويكون عنده الكومبتنس والانجازات والكونفدنس بيزيد في روحه، ولا الحاجه اللي ماشيه ناقصه؟ انا بتهيالي انه اي زول عنده الثقه دي يعني متقدم في حياته وماشي تمام لاهدافه وعارف الحياه اللي هو فيها بغض النظر عن التنمر الحاصل. في الاشكاليه بتاعت انه يعني الزول اللي بيتنمر ده هو الخايف، هو الخايف من جوا، يعني انا ما داير اظهر. في الحاجه اللي بيقول لك يعني ما تظهر وما تختفي دي دائما خليها افريج، دي يعني اشكاليه كبيره، والافريجز دائما ما هي يعني the most accurate statistical metric، يعني زي ما انت عارف يا دكتور. زي ما قال الرئيس الامريكي يعني the average person have one breast and one test، the average person. فما دائما الحاجه دي شويه يمكن تكون لكن في ناس حياه فعلا انه الافريجز ما بتشتغل. فالزول اللي بتنمر ده ذاته هو الداير يعني الداير يطلع وما قادر يعني انه هو يعني يوري نفسه او يعبر عن نفسه. دي حاجه مهمه. في نقطه برضه احنا خاشين على مرحله مهمه جدا جدا، السودان ده ماشي فتحه على العالم اجلا ام اجلا بصوره كبيره، يكون يعني
مالتي ناشونال كوميونيتي زي ما انت عارف. يعني انا برضو عشت في دول زي ما انت عشت فيها وبنلمس الفرق الكبير بيننا بين الدول دي والسودان. وكان المحدد الوحيد ان السودان ما فيه المالتي ناشونال لانه ايكونوميكلي كان مقفول فالناس ما عندها مصالح عشان تيجي. لكن الموضوع ده ماشي يعني يتغير عاجلا ام اجلا. الموضوع ده حيتغير بعد شويه حيبدا انه يعني فعلا الحاجات اللي بتخلي الناس تتقدم لقدام انه انت هاو دو يو ستاند اوت من 8 مليار شخص العايشين في العالم. انت كيف تستاند اوت؟ لازم تعرف الناس. انت في النهايه مجهول. السيناريو قلناه قبل، الاثنين لاقوا بعض السلام عليكم وعليكم السلام ومشوا. هي زول عايش في البرسبشن بتاعه انه الشخص الثاني ده هو. فانت لازم تبادر بانه انت تقدر تاخذ البوزيتيف اتيتيود من الشخص ده عشان يتعامل معك بصوره منفتحه وتقدر تقضي المصلحه اللي انت عايزها. اجين المصلحه شيء محايد ماشي ايجابي او سلبي بيعتمد على النوايا. لكن في ثقافتنا عندها علاقه بانه الحاجه دي سلبيه لانه صاحب المصلحه بيحيد عن المجموعه والمجموعه دائما دار ترجعه للحته دي. تمام. طيب في دافعين يدين مصعب وايمان ومحمد عبد الله. طيب نبدا بمصعب ناس السودان دي لانه ممكن تفيد كده. مصعب تفضل يا مصعب. اولا اشكر دكتور انور ومجموعه الباحثين السودانيين على الاستضافه وحقيقه محمد صفوت كلامه حقيقه كان حقيقه جميل جدا والله. انا حقيقه حددت لي ثلاث نقاط انا شايف دي من يعني هي ثلاثه مشاكل اساسيه في تقديم نفسك. عشان كده دي من حددت الأسئلة الرئيسية لأنه لابد أستاذ محمد صفوت حدد لنا ليها أو يجيب لنا عليها اللي هي واحد. المشكلة الأولى الوقوع في فخ نقاط الضعف. يعني هنا عندنا في ناس كثيرين ممكن لو سألوا بعض الأسئلة عن نقاط ضعف يا إما يسكت يا إما يحاول يتهرب والتهرب بتاعه يكون ما يعني ما صحيح. فالطريقة المثالية لإنك تطلع من فخ نقاط الضعف دي شنو؟ الحاجة الثانية عندنا هنا الحاجة اللي أنتوا تكلمتوا عليها هسه دي اللي هي الكلام الكثير. هنا الواحد يعني بيفتكر إنه لما يطول في الموضوع هو بالعكس بزيد الصيغة في الكلام بتاعه. يعني ممكن يجر لك مثلا في السؤال ده ما يغارب 20 دقيقة السؤال الواحد اللي بيسأله له. الثانية استعجال في الرد برضو تلقى أو قبل كده اشتغلت وين بتلقاه قبال ما قبال ما زول المقابل ده يعني انتهي من السؤال وتلقى طوال استعجل في الرد بتاعه. فدي برضو بتدي دي كلها يعني حاجات بتضعف الانطباع الاول. فياريت استاذ حمد صفوت يجاوب لنا على الاسئله دي. طيب مرحبا بك يا مصعب. النقطة الأولى فعلاً نقطة مهمة جداً اللي هي نقطة الضعف بتاعتك. دي عادةً بتكون يعني standard question في أي job interview ودي من الأسئلة الopen end اللي هي مفتوحة. إجابتك أنت يعني بتعتمد الانترفيور بيعاين لأنه هل أنت زول assertive ولا passive aggressive ولا أنت زول يعني محايد داري يشوف الحتة دي فيك بصورة. قبل ما نجاوب على الحته بتاعت نقاط الضعف في الانترفيو انت بتجاوبها كيف هنتكلم عن موضوع نقاط الضعف في ديزاين. الانسان كائن مجتمعي كلنا محتاجين لبعض. انا مهندس ما دكتور محتاج للدكتور المهندس محتاج لي ما في الانالوجي ده ممكن نطبقه على اي حاجه في الحياه. تمام. طيب عاده الناس بيكون عندها نقاط بتاعت قوه من بدري هم اطفال وهم بيتعلموا بيكون عندهم الحاجه اللي هم
مميزين أكثر من العادي فيها، عندهم نقاط ثانية ضعف. الشيء الطبيعي أن الزول بيحاول يسد نقاط الضعف دي عشان ما يبقى مع نقاط الضعف بتاعته خطأ كبير جدا. نقاط الضعف دي أنت بتخليها لفرد تاني يهمها من المجتمع، لكن بتركز على نقاط القوة بتاعتك أنك أنت تمشي تبقى زول above average، أعلى من average، وأنت بالصورة دي بتقدر تتقدم بصورة ثانية، ودي الحاجة المطلوبة. 8 مليار شخص في العالم، يعني أنه أنت تكون عندك حاجات كثيرة مبدع فيها وتقدر تشتغل فيها، دي شيء غير مطلوب. عادة بتكون مطلوب منك شيء محدد أنك تعمل، واللي بيعمله أسرع وأحسن وتطور فيه ده هو دائما اللي بيكون متقدم لقدام في الحياة. فالنصيحة هنا نقاط ضعفك وما تركز عليها، أنه أنت تقويها، شوف نقاط قوتك وين واطلع بها فوق الأفريج. ليه؟ لأنه في فرد تاني حيتم نقاط الضعف، وعادة في الإيرا اللي احنا عايشين فيها دي في البيزنس بصورة عامة هي عبارة عن تيم، يعني تيم أورينتد، الناس بتشتغل في أتيام، الناس ما بتشتغل بصورة إنديفيدوال. طيب الحاجة الثانية، السؤال بتاع الانترفيو أنه يا أخي أنت نقاط ضعف شو؟ الإجابة بتكون بالصورة الآتية، يعني بتذكر نقطة كانت ضعيفة عندك زمان وانت اشتغلت عليها وعالجتها. تمام؟ زي ما قلنا ده open end، يعني ما مفتوح للنهاية، يعني انه بتشوف الحظ. فمثلا ممكن يكون مثلا يعني نقطة الضعف شنو؟ والله يا اخي انا كان الانجليزي بتاعي ضعيف، ما قادر اتعامل مع الزباين اللي هم بحتاج اتعامل معهم باللغه الانجليزيه زمان، لكن اشتغلت على الموضوع ده والان بقيت يعني من احسن الناس اللي بيقدروا يقدموا او يكتبوا ايميل بالانجليزي. عرفت النقطه دي؟ دي نقطه ضعف زمان كانت موجوده، انا اشتغلت عليها وظبطتها، وبعد ذاك الان انا في الحته دي. دي بتدي انديكيتر لانه انت انسان ليرنر متعلم، وفي الفاست بيس بيئة العمل بتاعتنا السريعة الآن بيئة الآن موجودة دي، دائما بيكون في تغيير يعني في طبيعة المهام، طبيعة الريسبونسابيليتي الموكلة للشخص المعين، يعني الدايناميك بتاعه سريع جدا. ليه؟ لأنه السوق ذاته متغير. فالنقطة دي بتبين أنه أوكي، يعني أنه أنت فعلا يعني عندك الاتيتيود بتاع التعلم، أنه تتعلم وبتيو أوفركم الويكنسز بتاعتك. طيب النقطة الثانية اللي هو طول الموضوع بيساوي زيادة الثقة، ده شيء واضح تماما. إذا أنت ما قادر تشرحها ببساطة معناته أنت ما فاهمها تماما، فأي زول بيتكلم بصورة مطولة في نقطة معينة أكثر من حدها معناها بس هو لسه ما فاهمها بصورة واضحة، ومرات الناس بتحاول بتفكر وهي بتتكلم معاك يعني. فأبدا يعني زول كافي في النقطة المعينة. موضوع الاستعجال في الرد اللي هي النقطة الثالثة، الاستعجال في الرد ده يعني ممكن يكون شيء يعني طبيعي لناس الكوميونيكيشن ستايل بتاعهم موفمنت، يعني ناس بتتحرك ما كنترول، ناس او كم فوكس يعني، فده شيء طبيعي. فإذا انت يعني باختصار الإنسان لما يتولد يكون عنده predispositions في دماغه بصورة معينة تطلع أنه أنت هادي أو بتتكلم سريع أو هكذا، بالصورة دي predispositions. ففي ناس بيكون already سريعين جدا في الحركة وفي الكلام، إذا أنت شفت أنه يا أخي في المجتمع الحالي دي بتجي نتيجة سلبية تشتغل عليها، إذا في المجتمع الحالي دي ما بتجي نتيجة سلبية بتخليك مصفض الصوت ويجي فين عندك. طيب دكتورة إيمان، إيمان سعيد هل موجودة؟ ألو أيوة أنور. الآن ولا الصوت مصفض؟ اسمي مسموع من عندك. محمد ممكن تكمل النقطة دي عشان دكتورة إيمان تعمل مداخلة. أيوة. طيب الانطباع الأول ده هو بدون أكثر حاجة، يعني الشيء اللي انت بتخطه في الاول ده الزول بيكون عالق في ذهنه اطول فتره، عشان كده فعلا الناس مفترض تشتغل على موضوع الانطباع الاول ده مباشره. اول حاجه بصوره انك تمنع النيجاتيف، انك تتعرف عن نفسك بصوره واضحه،
ما تخلي الزول الثاني يعرفك يعني في دماغه على حسب هو شايف شو. تمام، فدي حاجه مهمه جدا. لما تعرف على نفسك خلاص الانطباع اللي انت عايز كنترول انه انت في اذهان الناس منو عشان ما تقضي المصلحه المعينه. ما تخد روحك في حته انه بتدي انطباع اول اقل من اللي انت عايزه، ودي عاده في البروفيشنال سيتنج يعني الامور الاجتماعيه يمكن لوسر الحاجه دي او اخف قدرا يعني الامر الاجتماعي. عاده الاجتماعيات ما تكون فيها مصالح كبيره مع للناس مع بعض، لكن في البروفيشنال سيتنج دائما خد روحك في حته انه انت عندك الكنترول تو انتروديوس يور سيلف، تاخد لروحك الفرصه تضيزنا انه انت في الحته اللي انت تقدر تقدم فيها روحك، وما بطبيعه الحال يعني الموقف هو اللي ياخذ الكنترول عليك. شكرا جزيلا دكتوره ايمان، تفضلي. السلام عليكم. شكرا انور، شكرا استاذ محمد صفوت. انا دكتوره ايمان سعيد، انا كونسلتنت سايكاتريست. اول حاجه يعني شكرا على السيشن الجميل ده، فعلا دي حاجه الناس بتحتاج ليها بشده، وخصوصا زي ما قلت احنا السودانيين ما عندنا الحته بتاعه انه ما بنعرف هاو تو سيل اور سيستم. هذه يعني لو في العالم كله الناس بتلاحظ انه الواحد زي ما قال استاذ محمد صفوت بيخط حاجاته القوية كلها في البداية عشان يخط الانطباع الأول. نحن مشكلتنا الحاجة الملاحظة إنه ما متعودين على إنه نقدم نفسنا بالصورة اللائقة بينا، يعني أول صورة الصحيحة يعني. وده بيوري إنه يعني أغلبية، أنا يعني مش الحاجة دي يعني عامة للناس كلها، لكن الأغلبية بتوري إنه يعني كيف إنه عموما إحنا عندنا low self esteem، يعني ثقتنا بنفسنا ما هي القوية اللي بتخليك تقف قدام الناس وتقدم نفسك، خصوصا لما يكون مجموعة كبيرة أو أنت في حتة يعني مثلا زي مؤتمر أو يعني سيمبوزيوم أو حتة كبيرة، ما بتقدر تقف تقدم نفسك بالصورة البروبر يعني حقتك أنت. فعشان كده الناس بعد مرات ممكن تتفاجأ لما فجأة أقول لك عرف نفسك، انت ماشي تسلم لكن ما خدت بالك انك حتعرف نفسك يعني انت منه، بس حتقول اسمك يعني. لكن لو قالوا لك يعني قول التايتل بتاعك ولا عرف نفسك، تلقى الناس انه اتلحتمت وتأتأت، وده هو الانطباع الاول حيتخطى خلاص، يعني انك يعني انطباع سيء اتخطى عنك. الحاجه الثانيه يعني ما بيكون عندنا الاي كونتاكت بتاعنا والبودي لانجويج، ما تعلمنا الكوميونيكيشن سكيلز بصوره كويسه مثلا في الجامعه بتاعتنا، ما عندنا الحاجه دي يعني حاليا يمكن في المدارس الثانويه في حتات كثيره، وفي بدايه الجامعات بيعلمونا الكوميونيكيشن سكيلز والبودي لانجويج والحكايه الاي كونتاكت، يعني دي كلها بتدي انطباع عن الزول اللي بتتكلم معه، بالذات لما تمشي للانترفيو بتاع شغل. يعني لو ما عرفت انت، لو مثلا في البانيل القاعد ده في 2-3 وانت ركزت على واحد الكلام معه عشان تقدم نفسك، التانيين بيخطوا عنك انطباع وما حد يدوك كريديت يعني التانيين، حتى لو الشخص الواحد ده أخذ عنك انطباع كويس. فالناس لازم يعني تكون حاضرة الحاجات دي، وإنها يعني مثلا أنا أكون خدت لي، أنا عارفة أنا عملت شنو مثلا، حاجات زي ما قال أستاذ محمد صفوت إنه أشوف حاجات قوتي وين، والحاجات اللي أنا عملتها وين، يعني القوية وين، في نقاط ضعفي، وأخذت لي 3-4 بريف سي فيز أكون محضراهم أصلاً، وأكون حافظاهم عارفاهم ديل. أنا دي لما أمشي مثلاً، أنا سكاوت ليدر مثلاً، لما نمشي كونفرنس تاع شباب ولا كده حعرف نفسي بالحتة دي. أنا عندي اهتمام في القانون، لما نمشي حتة مثلاً بتاعت قانون بقول إنه أنا طالبة بتاعت قانون مثلاً في السنة الثانية، أنا دكتورة هاي لكن مثلاً طالبة بتاعت قانون، دي ما بعرف بها في أي مكان. سكاوت ليدر ما بعرف بها في أي مكان، يعني في كل حتة عندي سي في بالعربي، عندي سي في بالإنجليزي، وحافظة دي يعني شنو، حافظة دي يعني شنو، وين عربون نفسي. فالناس تحضر، أي واحد يحضر، أنا طالبة، أنا دكتورة، أنا مهندسة، أنا كده، يكون عندك 2-3. حتى انت لو ماشي تقدم في مؤتمر، الناس اللي حيقدموك ما هم اللي حيقدموك، هم حيقول لك ارسل لنا البريف سي بتاعتك،
حسب ما انت تكتب لهم هم حيقدموك. يعني لو انت عملت بريف كويسة حيقدموك بطريقة كويسة، لو عملت سطرين يعني ما 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 قويات او ما يعني مقنعات حيقدموك بنفس الطريقة اللي انت قلتها عليهم، هم ما حيزيدوا حاجة من عندهم. وبرضو الواحد لما يقابل الناس تعريف، يعني لما انا اعرف نفسي للناس احاول انه اخلي الانطباع زي ما قال استاذ محمد، اخلي الانطباع الجيد القوي عند الناس، ولما انهي كلامي مع الناس انهيه بطريقه ايجابيه، يعني اشكرهم وانه يعني مثلا اللقاء كان جميل وان شاء الله نتقابل ثاني وده كله احنا عندنا طبعا ما يعني في السودان ما عندنا الثقافه دي. فتخيل لي يعني ممكن الناس تبدا تتعلم في الحاجات دي وتقوي ثقتها بنفسها، فده بيديك انت قوه، يعني كل ما تمشي لقدام وكل ما تعمل حاجه تكون يعني زي ما قال برضو استاذ محمد صفوت، اخر حاجه انت عملتها لو كان انطباعك كويس البعديه اكيد ان شاء الله حيكون كويس. فدي الحاجات الايجابيه، دائما انت خدت الليست الايجابيه في قدامك عشان تقدر تعمل الحاجه البعديه ايجابيه يعني. يعني وشكرا تاني لل ان شاء الله يوم شكرك ما يجي يا دكتور ايمن، احنا الثقافه بتاعتنا الشكر ده ما 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 يدرس. الحاجه المصعب عليك الله يعمل المايك بتاعك ميوت لانه بيجيب صوت من عندك صعب. صعب عبد الله انا بعمل لك ميوت لكن بتفك انت وبعد ذاك جدا. طيب في حاجتين يا دكتور ايمن، انا بتذكر قريت من عالم اجتماع قبل كده عن الشخصيه السودانيه انها مشروع شخصيه اكتئابيه. احنا في كثير من الاحيان بندخل مباراه قبل ما نخش الواحد بيحكم على نفسه انه مهزوم، يقول لي يا اخي والله الليل الامتحان ده بس ربنا يقدرنا عليه، هو عنده قاري لكن ما نفسيته ما مجهزه على انه بتاع الانترفيو ده والله ان شاء الله ربنا يمرني منه. هبعد ذاك بعد ما ربنا مره من الانترفيو جاء لقى اول زول قال لي يا اخي والله نجحت، رد الفعل بتاعه سلبي يقول لك الضب يعني ما مبروك وهي وخلينا نحتفل وكده والى اخره. في حاجات كثير عندنا في الثقافه بتاعتنا بتخلي الشخصيه دل ودم، يعني ما 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 بروموتينج ما ما اوبن ما منفتحه. هسه احنا بضرب لكم مثلا من مجموعه الباحثين السودانيين، مجموعه الباحثين السودانيين فيها اقل حاجه 3000 من حوالي الدكتوره السودانيين 3000. ال 3000 ديل لو وزعناهم على السنه معناها كل يوم مفروض يجول يقدم سيمينار عن الدكتوره بتاعته. الحاصل انه احنا حد اسدي احتمال ما وصلنا ل 50 دكتور قدموا عن البي اتش دي بتاعتهم شنو ولا اي بحث من بحوثهم. الكلام ده جاي من وين؟ من انه والله اخي الناس دائما ما بحبوا يعملوا بروموشن، مع ان هذه المجموعه البحثيه بتاعت الكباسي بيلدينج المهتمه بالحاجه دي، ديل الناس اللي يعرفوا بحثك عن شنو، والناس اللي حيفرحوا لما يعرفوا انه بحثك يعني فاز بجائزه وانك انت جيت الاول وانك انت حصلت على منحه دراسيه والى اخره. ففي حاجات مرتبطه بين شخصيتنا يا دكتور ايمن تحديدا من ناحيه مرضيه، هل ممكن تدينا بس عنا حاجه سريعه كده؟ احنا الجلسه باقي فيها زي 40 دقيقه. تفضل يا دكتور. طبعا هي في مشكلتين، المشكلة الأولى الحتة بتاعت اللو سيلف استيم عندنا دي، في حتة بتاعت النيجاتيفيتي، يعني إحنا ما ناس إيجابيين عموما. يعني أنا ما بقول ما بعمم لأن التعميم ذاته ما صح، لكن ما ناس إيجابيين زي ما أنت قلت، واحد داخل الانترفيو وعارف إنه ما ناجح أو خايف يعني. هو طبعا الانكزايتي ولا القلق البسيط ده دي حاجة طبيعية وحاجة مقبولة وحاجة مطلوبة لأي واحد بيدخل امتحان ولا بيدخل أي حاجة، بيكون قلقان وبيكون عنده شوية قلق وده اللي بيخليه أكشوال ينجح يعني. لكن عندنا حاجة تانية، عندنا السوشيال فوبيا. الحتة بتاعت السوشيال فوبيا دي يعني إنه الواحد إنه أنا أطلع قدام جمهور أو أطلع في مسرح أو أتكلم، لأنه دي برضو إحنا ما تربينا عليها مثلاً، أو في أغلبية مثلاً ما كان الحكاية المسرح دي في المدارس ولا في حكاية الجمعيات الأدبية ولا أنا أجيب قدام الناس. لو لاحظت هسه في المدارس الأجنبية عندهم دائماً حكاية الأكتيفيتيز دي، وإنه الناس تطلع وبتمثل وبتتكلم ومن ما هم صغار. نحن الحاجة دي مثلاً يعني بتلقى حتات بسيطة جداً أو مدارس بسيطة جداً هي فيها الأنشطة دي، فدي بتدي الطالب يعني دواه دافع انه يكون انسان شجاع في الكلام قدام الناس. احنا هسه ممكن انت بتقول في ناس عاملين دكتوراه لكن ما دارين يجوا يتكلموا، لانه احتمال والله يمكن انا في زول احسن مني
أنا يمكن في زول انتقد رسالتي دي، أنا احتمال يكون رسالتي دي عملتها هي نجحت، لكن ما عارفة نجحتها كيف أصلا، رسالتي دي أصلا نجحت كيف ما عارفة. الناس حتنتقدوها، يمكن الناس تنتقدها، يمكن ما تكون تدي الناس الامبريشن اللي انا عايزاه، او يقولوا دي دكتوره اي كلام، او يقول يعني عرفتها يعني دي حاجات النيجاتيف ثوتس اللي في راسهم بتخلي الواحد مثلا ما يطلع في الحته دي. او مثلا قلنا السوشيال فوبيا، انه الواحد اول ما يطلع، اي واحد انا متاكده انه طلع اول مره، لو مثلا ما كان متعود مما هو مثلا في صغره ولا طفل انه يطلع قدام الناس، لما طلع وهو كبير في الجامعه عشان يقدم محاضره قدام الناس، بيكون حاسه بشويه كده انه بيرجف، عنده تنميل في جسمه شويه، قلبه بيضرب بعد ما ياخذ في الكلام ويدي في الكلام، الحاجات دي كلها كده بيحس بيها انها راحت، يعني خصوصا لو انه كان وسط ناسهم يعني فاميليار بالنسبة له يعني، والجروب كان صغير يعني ما كبير شديد. فيعني دي برضو بتخلي الناس انهم يخافوا يعني، ولو الخوف دي جاته في الأول خلاص ثاني دي بيفتكر انه طوال كله ما يطلع قدام ناس ولا يقدم حاجة بتاعته والحاجة دي حتستمر معاه. لكن لا، الحكاية دي بس في البداية، فعشان كده حتى الناس ممكن انت ماشي تقدم حاجة، اجيب قدام المراية وقدمها، شوف نفسك بتقدمها كيف. يعني انت لو خايف اجيب قدام المرايه، قعد ناس البيت، قعد الناس اللي ما بتخاف منهم، اللي ما عندك معاهم يعني اللي عندك معاهم بالتواصل طوالي وما حتكون مرتبط قدامهم، شوف نفسك انت عملت شنو، غلطت في شنو، ارجع تاني اعمل. لما تطلع مره ومرتين ثلاثه، المره الرابعه حتكون لك عاديه جدا جدا، حتى لو حصلت بعد غلطات بسيطه حتقدر الناس يقول لهم سوري يعني، وترجع في كلامك القطب الغلط وتعيده تاني وتصلحه وتبقى لك الامور يعني كويسه. فالناس ما تخاف من الحته دي يعني، دي ابدا ما في منها خوف يعني. نعم، طيب شكرا جزيلا دكتوره. احنا لانه باقي لنا تقريبا زي 35 دقيقه وفي عدد من الناس رافعين يديهم عشان يتكلموا، حنفتح المايك لتامر وتتواصل معه يا محمد صفوت. تامر كوفاوندر في الباحثين السودانيين. تامر، السلام عليكم، كيف الاخبار؟ عليكم السلام، تفضل. كيف سامعني؟ انا بحاول اصلح في المايك من قبل لكن ما عاد كان يشتغل معي، كان في مشكله صوت بدات تعلى. السلام عليكم، كيف الاخبار؟ رمضان كريم. انا تامر سليمان، مهندس في علوم الأنظمة وتخصصي في علم المعلومات، وخرجت من جامعة السودان وجونز هوبكنز، وحاليا بحضر في الدكتوراه، ومن المؤسسين بتاع مبادرة المباحثين ومن المشرفين، وسعيد بالناس كلها. الحاجة السؤال اللي عندي تقريبا هو يعني، أنا طبعا عشت في المجتمعات الغربية، وكانت دي من الحاجات الأساسية لما الواحد يجي للمجتمعات الغربية لازم طبعا يقدم نفسه بالنسبة للشغل، بالنسبه حتى في المجتمعات العامه، اول الناس بيسالوك انت عملت شنو وانت منو وجاي من وين، وبيحاولوا انه يعرفوا عنك يعني معلومات. فكانت الحاجه دي دائما تكون شنو، لاني جاي من المجتمع اللي هو السوداني، المجتمع لازم الانسان يكون فيه أفضل، لازم يكون فيه متواضع بصوره ما، الواحد ما يتكلم عن نفسه، والا الحاجه دي تكون يعني انت حتصيرك في شكل انك انت يعني انسان متفاخر، متباهي، إنسان يعني بتحاول تظهر نفسك أحسن من الناس الثانيين أو كده. فالحاجة دي كانت تقريباً كان بتسبب دائماً كلاش، لأن أنت في مجتمع بيعتمد على إن أنت لازم تظهر دائماً الحاجة الأفضل والحاجة الأحسن، وأنت you have to learn how to sell yourself، لازم كيف تعرض نفسك بالصورة الأفضل عشان تقدر تعمل connection أحسن والناس كلها، وتقدر تتقدم في شغلك حتى ونجاحاتك حتى تظهر، لأنه الناس ما يعرفوا عنك. يعني أنت ممكن تكون عملت الحاجة دي حتى في الشغل، يعني أنت ممكن تكون عملت الحاجة دي والحاجة دي أفادت كل الناس، لكن لو ما قدرت إنك أنت تعرضها وتعرض نفسك في الشكل الأفضل، ممكن حتى الكريديت ما يرجع لك، أو ممكن الكريديت يعني ما تظهر، يعني ما تحرم نفسك من فرص كبيرة جدا كان ممكن أنت يعني تكون لك يعني. فدي حاجة كانت مهمة جدا إن الواحد يتعلمها، لما لازم كان الواحد يتعلمها لما مشى للمجتمعات دي يعني. ف لأنه الكالتشر طبعا كانت مختلفة إلى آخره إلى آخره.
فطيب في حاجات كده معينة إنه الواحد لازم يعرفها. متين الواحد يعرف الخط الفاصل شنو بين إنه الواحد يعرف عن نفسه بالصورة الكويسة وبين إنه أنت تظهر في شكل إنك أنت ما جني. يعني الناس تحاول دائما تعرف الحاجة دي. دل بتخلي الدايلاما أو الأمور. يعني إحنا لو قدمنا نفسنا بالشكل ده هل الحالة الحالية اللي تكون عند الشخص المتلقي هل هي بالصورة أنا عاوز أوصلها ولا حتظهر بشكل ثاني وأنا ممكن أنا أبقيت علاقة أو كونكشن كان ممكن يكون يعني حاجة تكون لقدام أو حاجة تكون مفيدة ليلة الاثنين يعني. فهذه الحاجة أنا كنت عاوز أعلمها دكتورة إيمان والمقدم الأستاذ محمد المهندس محمد إنه الخط الفاصل شنو بين إنه الإنسان يعرض نفسه. يعني طبعاً كل مجتمعات طريقة العرض فيها بتختلف. يعني إحنا برضو مفروض نفكر يعني مثلاً طريقة العرض للنفس هل هي نفسها الطريقة اللي هي في أمريكا؟ هل هي نفس الطريقة مثلاً في أوروبا؟ هل هي نفس الطريقة اللي هي في المجتمعات الشرقية؟ هل هي نفس الطريقة في الخليج؟ إحنا عاوزين شوية كده نعمق في الحتة دي. هل هي نفس الطريقة في السودان مثلاً؟ طيب النقطة الأولى بتاعت التواضع وأنه أنت يعني الخط الفاصل بالضبط كده يعني بين التواضع وبين التكبر وأنه أنت بتظهر الناس كيف في أحد الجوانب دي. الحاجة الأولى الحقائق أنه أنت لازم تكون صادق وتسرد في حقائق. الحاجة اللي أنت بتقدمها عن نفسك دي أنها هي حقيقة موجودة تماما. الحاجة الثانية يعني زي ما تقولوا اللي هو أنه أنت بتقولها بثقة. الصيغة دي زي ما قلنا مصدر الإنجاز يعني ما مصدر أي حاجة تانية. الحاجة الثالثة الناس عندها أنوف بتشم الحقيقة وين يعني زول ده هل فيكينج الحاجة دي ولا فعلا الحاجة دي فيه ولا والله يا أخي يعني بيحاول to oversell himself. الناس أذكياء يعني حتى لو ما بيّنوا لك الحاجة دي بصورة واضحة عشان يحافظوا على الهارموني الموجود في المجتمع لكن الناس أذكياء. فانت طالما صادق من جوا من قلبك وعارف انه الحاجه اللي انت بتقدمها دي او بتقولها عن نفسك هي حقيقه فعلا حصلت 100% وانت دائما عندك انجاز قريب من الفتره اللي انت بتقدم فيها نفسك للناس دي بتطلع بثقه ما في اي مشكله يعني الناس حتشم الحاجه دي. طبعا التكبر واضح جدا يعني انه الانسان المتكبر بيكون شكله واضح يعني في التكنيك اللي انا اتكلمت عنه ده اللي هو انه انت تقدم تبدأ بأنه آخر حاجة أنت عملتها شو يعني مش شهادة أو شيء بينمو عن الاستاتس أنه يا أخي عندي الاستاتس الفلاني في المجتمع. لا هو إنجاز حاجة أنت يعني عملتها أو وظيفة أو شغل تمام. يعني من البداية أنا طالب أو أنا الموظف الفلاني أو أنا الفاوندر أو الكوفاوندر الحاجة الفلانية ده شيء ممتاز جدا. حتى بعد ذاك تجي الدرجات العلمية بعد ذاك طبعا بتخطها في الحتة بتاعت انه لازم يكون في حاجة شخصية عنك. يعني زي ما قلت لك هي بتعتمد انه الانسان مجرد ما انت لقيته بتتكلم ده الاتيتيود بتاعه تجاهك شكل عام كيف عندك الثمانية ثواني الاتيتيود تجاهه كيف بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني انا عرفت انه انت من يعني بتعمل حاجة اوريدي انجزتها عندك تأهيل للحاجة الفلانية دي وحاجة شخصية عنك أن أنت بتحب حاجة معينة أو عندك الشغف الفلاني أو الحاجة الفلانية دي أوتوماتيك. الحاجة دي يونيفرسال موجودة في العالم كله حتى في السودان أنه الإنسان طوال شنو خلاص بخطك في الحتة بتاعت أنه أنت إنسان معروف يعني مش مجهول فبالتالي أخاف منك أو أعمل حذري عنك في الحتة دي. طيب بالنسبة للمجتمعات أنه تقدم نفسك في مجتمعات مختلفة بشكل عام كيف؟ أنا مقسم المجتمعات لاثنين: مجتمعات ثقافتها جماعية ومجتمعات ثقافتها فردية. في المجتمعات الثقافتها جمعية بتلقى ناس فرديين يعني إذا لقيت مثلا واحد ياباني في السودان عندي معاه بيزنس وأنا مفترض أعرف نفسي فهو موجود في مجتمع جمعي ما مركز على الفرد مركز على الجماعة لكن هو في حد ذاته ثقافته مختلفة. يبقى عندك السؤال في الأفريج كده في السنة انت probably يعني حتلاقي او حتتعامل مع
طبعا الرقم ده increased بالسوشيال ميديا 2000 شخص فقط من 8 مليار بني ادم 2000 شخص، والحاجة دي including السوشيال ميديا، انه انت you are posting او انت بتعمل كومنت على حاجه او بتلاقي شخص يعني بعينه في الشغل او بصوره اجتماعيه او هكذا، ده 2000 شخص. فانت تركيزك وين؟ تركيزك على الكليه بتاعت المجتمعات بصوره عامه ولا على طبيعه ونوع الاشخاص اللي انا حلاقيهم دي؟ فمجرد ما تلاقي شخص يعني انا في رايي انت بترجعه طوالي، هل هو ده تبع المجتمعات الجمعيه اللي بتركز على انه الجروب الجماعه كلها تمشي مع بعض، الاكبر سنا هو دائما اللي بيقود المجموعه، السينيوريتي فيها يعني تاخذ الموضوع ده وما في بيرسونال سبيس. الحاجه دي بنلاحظها في المواصلات حقتنا، احنا مجتمع ذو صياغ عالي لانه ما في بيرسونال سبيس، الناس بتخش في بعض طوالي مباشره، ولا الزول ده لا من مجتمع ذو صياغ منخفض، الصياغ المنخفض ده ناس عندها بيرسونال سبيس غير انديفيدوليستيك بيعاينوا، لانه قيمتك هي انجازاتك والميريت حقك، قيمتك ما هي اللاست نيم ولا هي انت من ياب حته، دي ثقافات مختلفه العالم ده كله. فانت بتحدد في الاول الزول ده من ياتو مجتمع، بناء عليه بتتعامل. فاذا كان من المجتمع ذو الصياغ المنخفض، انت immediately بتطلع طوالي بانجازاتك بكل صيغه، بتتعامل مباشره يعني بنفس الاسلوب ده، وهو ذاته او هي ذاتها حترجع لك بنفس الكلام ده، وهكذا المصلحه لغرض الاتصال ده بعد ذلك بتتم بصوره يعني اسلس. اذا كان في المجتمع المنخفض زي عندنا احنا يعني في السودان، اول حاجه بتعتمد انه انت مقدم روحك لشخص واحد ولا وسط مجموعه. شوف لشخص واحد it's easier، لكن وسط مجموعه يعني لانه في واحد هناك اوكي زي ما قال دكتور عمر اتفاكيها في روحك او انت عامل فيها شنو عليك الله ما تتفلسف وهكذا. دي ما اراء الناس اللي قاعده كلها، براي زول لكن صوته عالي فبيأثر على البقية طوال، بيحصل conformity للكلتشرال نورم بتاعنا، الناس دي كلها بترجع كده للكلتشرال نورم بتاعنا. اي والله اوكي يا اخي احنا ناس ما دارين تميز عالي يعني، الا اذا كبرت في السن او اذا بقيت سينيور في حاجه معينه. النقطه دي يعني مهمه جدا جدا، فمحدد الحاجه دي مع الزول بتاع المحتوى الثقافة بتاع المحتوى العالي ان المصلحه بتاعتك معاه بالصوره دي. فاذا كانت مصلحه عمل فانت بتتكلم طوال عن انه انت كيف بقول في العمل ده يعني الانجاز او الزباين اللي عندك وهكذا. اذا كانت مصلحه يعني بتاعت انترفيو عمل، انا قصدي بزنس يعني بيع وكذا، اذا كانت مصلحه بتاعت انترفيو انه انت كيبل كيف الكابابيلتيز، ما بتتكلم على الانجازات الكابابيلتي، والله يا اخي انا مهاراتي 1 2 3 4. طيب احنا تكلمنا عن السيناريو بتاع انه يا اخي انا ماشي اتقدم للزواج، دي برضو في مصلحه اجتماعيه هنا يعني بالصورة دي. فأنا بنصح أنه الناس تأخذ الفورميولا دي وتطبقها زي ما هي يعني أكروس الكلتشرز، بتديك الـ 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 الحاجة اللي أنت عايزة يعني أنه تقدم نفسك تظهر بصورة كويسة واثقة ومتواضعة في نفس الوقت. تذكر أنه الناس عندها أنوف بتشم الحقيقة، لكن ده كله انترستك داخل دماغ البني آدم يعني ما تطلع عليك إلا في شكل بيهيفير. و يعني ده يمكن إذا قدرت أجاوب على سؤالك يعني. شكرا جزيلا. طيب في محمد عبد الله رافع يده برضه، محمد عبد الله تفضل. شكرا. انا محمد عبد الله، عضو مجموعه الباحثين السودانيين، ماجستير اقتصاد وباحث اقتصادي. شكرا لباشمهندس محمد صفوت على التقديم والجميل. وصوت واضح يا جماعه؟ واضح. لا واضح واضح نظيف تفضل. ايوه. وازداد التقديم جمالا بتعقيب دكتور ايمان، يعني حقيقه حتى البوينتس الواحد خطاها على اساس انه يزعل عنا اجابت عنا بشكل يعني تلغائي ونفى المثل، خاصه فيما يتعلق بالمثل بتاعت التوتر والمثل بتاعت البودي لانجويج في المثل بتاعت المقابلات. بس بزال الباشمهندس سؤال الفريم ده، يعني انا احنا المقابلات بشكل عام زي ما انت اوضحتها بتختلف لمقابلات شخصيه مثلا مهنيه متعلقه بوظائف او غيره، او مقابلات جماهيريه، او مقابلات اجتماعيه زواج وغيره كده او تعارف. هل نقدر نضغط الفريم ده على كل انواع المقابلات المختلفه دي؟ لانه يعني كل واحده افتكر انه احتياجاتها بتكون مختلفه. الشيء الثاني برضه زي ما قال دكتور انور،
الثمانية ثواني دي هل بتكون كافية لأنه الواحد يقوم يجاوز الحتة دي؟ فبس ده السؤال اللي حاب يعني. طيب كلام جميل. نبدأ من النقطة بتاعت الثمانية ثواني دي. الثمانية ثواني دي اسمها الاتنشن سبان، أو ده زمن التركيز. تمام، يعني أنا مركز معك تماما بكل جوارحي، أنت إنسان جديد أول مرة أشوفك، بكل جوارحي أنا مركز معك كله، سمع، شوف، إحساس، أنا مركز معك. قدرت تعمل إمبريشن في الثمانية ثواني، حواصل معك بنفس التركيز. ما قدرت تعمل إمبريشن كويس يعني وتاخذ مني البوزيتيف اتيتيود، بعد ذاك شنو؟ انا ممكن يكون داخليا بفكر في حاجه وبره شغال لك. ايوه تمام، ما في مشكله. فالهدف هنا انه انت كيف تقدر تتحصل على البوزيتيف اتيتيود من الناس، تقدر تو انجيج ذم عشان تقضي مصلحه معينه. تمام، فدي تمام هي النقطه بتاعت الثمانيه ثواني. يعني اي زول حيسقط حيقول لك طيب انا ما اتكلمت مع فلان يعني 25 دقيقه، يعني انا حقدر اميز كيف، لكن فلان ده ما كان اكتيفلي انجيجد معاك وقدرت تحصل على الاتنشن بتاعه. دي الحته اللي بتوضحها الاستاتستكس بتاعت مايكروسوفت. طيب النقطه الثانيه اللي هو انه انت هل حتقدر تسقط الفورمولا دي على كل الخمس لغات؟ المحدد زي ما قلنا في الاول المصلحه بشكل عام كيف الانترست. طيب يعني خلينا نقول الانترست لانه وقع خفيف شويه كده على المشاهد السوداني. الانترست شكله عامل كيف؟ يعني انت بتتعرف على الشخص ده ليه؟ طيب فلنفترض انه يا اخي هو لغاية بتاع عمل، يعني انت عندك مصلحه انه الزول ده يوظفك معه. تمام، بالصوره دي فبتجي الفقره طوال بتاعت السؤال، اتكلم عن نفسك برضو open end question، دينا برفع عن نفسك، هو ارجو اتكلم عن نفسك، يدوك حكايه بتاع دقيقتين لثلاث دقائق. الفقره دي بالذات عندها علاقه بانه تبين شخصك، اي معلومه ثانيه موجوده في السي في اللي انت اوريدي رسلته ممكن يكون موجوده في الكفر ليتر، لكن هنا انه يعني بيدوك فرصه انه انت شايف نفسك كيف، مقيم نفسك كيف. فلما تتكلم بصيغه تمام، انا مستشار الاعمال الناشئه، ماجستير اداره الاعمال، بحب القهوه جدا وفيري انتريستد في الكوجنيتيف بروسيس ساينس والهاي بيرفورمانس ساينس والانتربرينورشيب، عايز ابني الاقتصاد بتاع المجتمعات بصوره كبيره جدا. نقطة. خلاص بالصورة دي الفورمولا اللي أنا متبعها يعني الآن أنا قلتها عرفتها، بقيت المعلومات في الانترفيو موجودة وردي في السي في اندرست، ما فيها اثنين ثلاثة يعني، فلازم كده. طيب في الحتة بتاعت الخطاب العام، الخطاب العام طبعا أول حاجة يعني بتعتمد على أنه يا أخي أنت حتخاطب منه، يعني دي مع نفس المقدمة اللي أنا اتكلمت عنها وقدمت أو قدموني بها في البيزنس كلينيك اللي انا اتكلمت فيه بتاع سوشيال انتربرايز. بالعكس كان مختلف تماما لانه لازم كان يكون في اوثوريتي، يعني اضفتها للموضوع ده ان انا كنت جيمس كونتينجنسي ليدر في اي تي مومباي انتربرينورشيب سميت، وانه انا كنت المؤسس بتاع الكلب بتاع ليد كيس ستدي بزنس كيس ستدي كلب. الحاجات دي مهمه، دي انجازات انا عملتها مهمه جدا لناس بيهتم بالجانب بتاع البيزنس، كده بتقدر تديني الاثوريتي لما اتكلم مع الناس يقدر يقول اوكي يا اخي والله this guy knows what he's talking about، فنقدر نسمع له ويكون في حاجه effective تماما، يقدروا ياخذوا معلومه اللي هي دي المصلحه جو عشانها، فانا باخذ الاثوريتي. لكن ما تكلمت على انه انا مهندس ميكانيكي لانه ما عنده علاقه بالهندسه الميكانيكيه. زي ما قال دكتور انور وهو واحد من الناس اللي عندهم المالتي بوتنشاليتي، عندهم اتجاهات مختلفه كثير جدا بينجزوا فيها بصوره كبيره، لكن انت بتحدد في اللقاء الجماهيري انه مصلحه الجمهور بشكل عام كيف، وكيف تقدر تاخذ الاثوريتي الاوبجكتيف بتاعك في الحته دي، الاثوريتي على انه انت الكلام اللي بتقوله يكون مسموع اكتيفلي، لانه ممكن الناس تكون قاعده في الغاعه ايوه لكن شنو اي واحد سرحان ثاني، فكيف تكابشر الاتنشن ده في الثمانيه ثواني الاولى. طيب بعد ذاك بالنسبه لحفلات التشبيك، دي حاجه مهمه جدا، ويعني statistically speaking بتلقى انه الناس اللي بتكون في networking events بتمشي مع بعض للناس اللي بيعرفون قبل كده للجروبات. مان والله يا اخي انا بمشي اقدم روحي لزول ستينجر واقوم اقدم البيزنس كارد ويحصل يعني dealing بالنسبه للبيزنس او introduction بالنسبه للبيزنس، لكن الناس بصوره عامه بيمشوا على الجروبات هم بيعرفوها، ايوه يا اخي انا لقيتك قبل كده، ويكون في ونسه. دي it is true في مجتمع السودان، في مجتمع امريكا، في اي حته ثانيه.
في الهندي حتى بصورة عامة. إماجن أنه أنت في حتة زي دي الناس ما مستفيدة منها بصورة كبيرة، أنه أنت عندك المقدمة بتاعتك على التقديم دي عرفتها واضحة تماماً، تديك الأدفانتج بتاع أنه يا أخي أنت أوريدي قللت البارير للناس لأنه ما يخشوا لك. لما تتكلم على أنه اهتماماتك بشكل عام كيف الفورميلا هي عبارة عن 5 نقاط وأنا كررت أكثر من مرة، فلما تقلل البارير بأنه الناس تديهم مداخل زي أنا بحب القهوة أو أنا بحب أتكلم الانترست بتاع الحاجة الفلانية أو كده، الناس بتقدر تجيك لأنه بقى في sense of familiarity، أنت بقى عندك شنو تبقيت خلاص معروف للناس ديل أكثر من أنه أنت بس شخص لابس بدلة أو لابس فستان وطالع بشكل لكن ما مفهوم، يعني ممكن تصدني أنا لو جيت بالصورة دي. فأنا أعتقد أنه يعني بالنسبة لي أنا الفورميلا بتاعتي دي شغالة في أي حتة، يعني حتى بالنسبة للحاجات الاجتماعية يعني بالنسبة لي أنا، فأنا شايف أنه the best formula الزول ممكن يقدم بها روحه، وأهم حاجة أنه الزول يعمل practice، يعني خليك قاعد قدام المراية وتكلم كذا مرة على أساس أنه أنت تقدر زي ما قال قبل دكتور إيمان في مؤتمر. يا مصعب أنت بتعمل سكرين شير مصعب؟ أنا لوهلة كده افتكرت أنه الستريمينج وقف. زي ما قالت لما تكون أنت في مؤتمر أو كده فجأة الناس بيقول لك يا أخي introduce yourself، تقدم نفسك، فأنت فجأة كده دماغك بتبقى بيضة تماما، جسمك بينمل، حلقك بينشف، فبتقدر ما عارف اسمك مرات ما تتذكره لأنه الحاجة دي خلعه لأنه أنت ما متدرب عليها. لكن لما تكون متدرب على الحاجة دي قدام نفسك كده في المراية أكثر من كذا مرة بتكون إيزي جدا، يعني في لحظة ممكن يطلب منك تعرف نفسك، فطوال أنت بتقوم بتقدم الفورميولا بتاعت الخمسة نقاط اللي أنا تكلمت عنها دي بتكون ممتازة جدا. إن شاء الله بس أكون قدرت يعني أجاوب على السؤال بتاعك. لا يا أخي ما شاء الله يعني لا 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 شكرا كثير يا باش مهندس، كلام واضح جدا، والفورما إذا فيها مرونة ممكن الواحد يصغطها على حسب المصلحة، يعني شاكر لك على حسب السجنت. شكرا جزيلا، كتر خيرك كثير وشكرا. شكرا. طيب في عندنا سارية وإبراهيم، ودل حيكون آخر مداخلتين في الجلسة لأنه نحن عندنا جلسة تاني بعدها حتبدأ إن شاء الله، فما دارين الجلسات تتداخل مع بعض ونزنك في الزمن يعني. تفضل يا سارية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. طيب بداية أنا سارية كلينيكال داتيشن، عندي ماستر في ميديشن داتاتكس، عندي اهتمام مؤخرا كده بمجال الأبحاث. عشان ما أطول في الزمن أنا بس كنت أول حاجة عايز أشكر الباشمهندس، غطى تقريبا أغلب النقاط حتى الآن كنت عايز أقولها فما حأرجع لها تاني. بس عاوز أثني على كلام دكتورة إيمان، تخيلي المشاكل حقت اللو سيلف استيم يعني بترجع شويه للتربيه بتاعتنا، يعني عندنا موضوع انه شكر نفسه ابليس، انت ما فطرت تشكر نفسك، الزول بيعتمد على صوره الناس او هو الناس شايفاه كيف اكثر من هو شايف نفسه كيف او هو حيقدم نفسه كيف. الحاجه الثانيه في تقدير نوعا ما لموضوع التضحيه وانك تجي على نفسك وانك انت تكون زول متواضع وتكون زول طيبان، فمرات دي بتعمل خلط في المفاهيم اللي قدام في إنه الزول كيف يفرق ما بين إنه هو يقدم نفسه بصورة كويسة وبين إنه هو يكون يعني بيعمل over estimation ليروحه. فتقريباً تخيلي الحاجة دي يعني من الناس صغار إذا اتضبطت لقدام الزول ما بيكون عنده المشاكل دي بإذن الله. وعلى موضوع 8 ثواني، يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما جاء للعزيز بعد ما طلع من السجن قال له بعبارة موجزة وصريحة وواضحة ومحددة، اجعلني على خزان الأرض إني حفيظ عليم، انتهى. شكرا جزيلا. تسلمي كثير يا سارية، يا سلام عليك، يعني بجد عملتي إمبريشن قوي جدا جدا، نقاطك مختصرة قوية جدا في الموضوع تماما، وأنا سعيد جدا يعني أنه سمعت الكلام. يديك العافية، تسلم. طيب عندنا إبراهيم تقريبا هيكون آخر مداخلة. إبراهيم تفضل. يا السلام عليكم، معكم إبراهيم دكتور في جامعة تيلر ماليزيا. طبعا حقيقة أول مرة أنا أشارك يعني في مجموعة الباحثين السودانيين، وحقيقة دي حاجة سمحة جدا إنه واحد يكون جزء منها يعني. والنقطة اللي كان قدمتها دكتور إيمان ما شاء الله يعني كانت مفيدة جدا، وبقية الشباب يعني محمد
وال قبليهم يعني. انا بس في حاجه دايره اضيفها. انا طبعا من الناس اللي كانوا واجهتني المشكله بتاعت الانطوائيه دي، لكن قدرت اكسر الحاجز ده بحاجه عملتها كانت في البيت يعني. لكن انا جيت ماليزيا 2008، كان عندنا المشكله بتاعت اللغه وانك كيف تقدم نفسك وكده، فقمت حاولت عملت حاجه اسمها نادي المخاطبه في البيت يعني. كنا شباب قاعدين ودي حقيقه افادتنا كثير، فكنا بنحاول يعني مع بعض كده، كل واحد بقدم 5 دقائق 10 دقائق وكده، فحسنت لنا اللغة وبرضه حسنت لنا الجانب حق إنك تكون confidence وكده يعني. أنا حقيقة في 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 موضوع التقديم وكده الانترفيو، عندي نقطة معينة بس دايرة أقدمها. طبعا أي إنسان بيكون عنده نقطة ضعف ونقطة قوة. المشكلة إن إحنا كسودانيين حقيقة ما مرات لما الواحد يجي يقدم ما بركز إنه يعطي نقطة ضعف هو اللي واجهه، نقطة قوة هو ممكن يركز عليه كثير يعني. فأنا الحاجة دي تعلمتها من الباكستانيين، عشت معاهم فترة، فهم بحاولوا دائما الحاجة اللي هو بعرفها كويس بركز فيها كثير وبقرا فيها كثير وكده يعني، ببحث فيها كويس عشان أقدر أقدمه بصورة كويسة يعني. عندهم الحاجة بتاعت التوثيق دي مهمة جدا، ووثقوا كل صغيرة وكبيرة وخدوها بطريقة منظمة يعني، الحاجة اللي هم كويسين فيها شديد. الحاجة دي نحن والله للأسف الشديد ما عندنا يعني، بس بنجي بنتكلم يعني. في بعض منا اللي بيحاولوا يجتهدوا كده يعني. فأنا شايف إنه موضوع التوثيق مهم جدا، الزول يحاول يعيد نفسه يعني إعداد كويس ويحدد النقاط اللي هو ممكن يكون ممتاز فيه، والنقاط اللي فيه ضعف ممكن أخليه يعني في وسط الكلام يعني، ما يكون مع بداية الكلام. أنا حقيقة خشيت أكثر من انترفيو، والحمد لله قدرت نجحت فيها يعني، لأنه اتبعت نفس الطرق اللي كانوا الباكستانيين ده بيتبعوا، إنه يوثقوا الحاجات وبعملوا أب تو ديت للسي في بتاعهم. أنا أكثر من مرة يعني في أصحابي بيقولوا لي عايزين نقدم، وبقول لهم رسلوا السي في، يرسلوا نفس السي في اللي أصلا عنده قبل 5 سنين أو 3 سنين أو 2 سنين كده يعني، ما بعملوا أبديت. فالأبديت مهم جدا، ودي بتساعد كثير في إنه الزول بيقدر يحاول يلقى وظيفة كويسة. برضو الحتة بتاعت اسمه شنو البحث يعني، تبحث عن الشركة اللي أنت عايز تقدم لها قبل ما تخش، وسواء كانت جامعة أو شركة يعني، دي حاجة مهمة جدا برضو بفيد الزول كثير. شكرا كثير للمشاركة، وأنا طبعا بقدم محاضرات أحيانا يعني أونلاين، فدي هتكون إن شاء الله بلاتفورمز بالنسبة لي كويس إنه أقدر أقدم برضو في مجال البحث، وبرضو في مجال بتاعة الكمبيوتر شغل الماشين ليرنينج والحاجات دي إن شاء الله. شكرا كثير دكتور أنور والشباب يعني. هاي دكتور إبراهيم كده يبقى ناظم إن لنا دورة بتاعة ماشين ليرنينج للشباب. جميل جدا. أنا قدمت، رجعت السودان 2018 قدمت دورة في جامعة المستقبل، بس كان الزمن ضيق يعني ما قدرت، رجعت ماليزيا. فإن شاء الله بحاول أقدم يعني في المجال حق الأناليتكس. تمام، ونحن هسه عندنا دورات مستمرة بصورة يومية في زوم ده ذاته، فإن شاء الله نحاول قبل ما كورونا يفكنا نحاول نعمل دورة معاك إن شاء الله. ماشي خلاص، جميل جدا، مرحب بكم، والله يسعدنا بك جدا. الله خير، بارك طيب الله. دكتورة إيمان قالت دايرة بس فرصة أخيرة قبل ما نختم الميتنج، أخوانا باقي لي 8 دقائق، لازم أكون إفيشنت في الزمن. تمام دكتورة إيمان اتفضلي. طيب شكرا أنور، أنا بس عندي نقطتين. النقطة الأولى إنه الناس لما تمشي انترفيو حتى لو كان هي عندها إنجازات واثقة من نفسها، زي ما قال سأل قبل الأخ إنه شنو اللاين الفاصل، إنه الناس ما تكون يعني تبين إنها في أوفر كونفيدنت، لأنه مهما تكون أنت ناجح مهما تكون منجز الناس ما حتقبلك لو بقيت أوفر كونفيدنت يعني. حتى الإكزامينر لو في امتحان ولا كده يعني، حتى بتحصل حتى عندنا إحنا مثلا في الطب لما نمشي في البوست جرادويت، حتى الواحد لما يكون نستغرب كيف إنه الزول ده ما نجح، فبعد ذلك بنعرف إنه كان في اللجنة جوا إنه هو شعره إنه هو أوفر كونفيدنت، ودي ما مقبولة يعني. الحاجة الثانية، إحنا كسودانيين بس أنا عندي نصيحة إنه إحنا نبدأ مثلا لو الناس مشت ليها مثلا عزومة، أنا مشت أو قابلت أنور ده في الشارع معاه الباشمهندس محمد، أنا بمشي أسلم، لو أنور ما عرفني بمحمد ده أنا ما بقول أنا اسمي إيمان. بس الناس تبدأ يعني لو مشت حتة تعرف نفسها بس باسمها ما بأي حاجة تانية، بعد ذاك في الونس الناس تتعارف يعني اللي قدام، لكن بس الناس تبدأ
الثقافة بتاعت إنك عرف نفسك، مجرد ما تقول بس أنا مشيت حتة لناس، أنا ضيفة دخلت البيت، سيد البيت مشي يفتح الباب مشي أي حتة لقيت ناس قاعدين بسلم وبقعد. لو ما جسد البيت أنا ما في زول بيعرف دي منو ولا القاعد ده منو. فأنت لو عرفت للناس أنت قلت أنا إيمان، القاعد حيقول لي أنا أنور، بعدين الناس بتتونس والونس باقي التعريف بيجي يعني. لكن لو بدينا نتعارف من غير حتى ما يكون في وسيط بيناتنا، فالثقافة دي شوية شوية بتدخل عندنا يعني. فالناس لو بدأت تعمل كده حيكون حاجة يعني إيجابية جدا يعني. شكرا يا أنور. شكرا جزيلا إيمان. إحنا طبعا أخواننا الموضوع ده موضوع يعني واضح إنه كبير والناس محتاجة فيه، لأنه في ناس كتار كان داري يشاركوا بس بسبب ضيق الزمن. فإحنا حنعمل سلسلة يعني، دي يكون جزء منها سلسلة بتاعت الكارير ديفلوبمنت، وتكتب بروفايلك في لينكدين كيف، نعمل انفورميشن انترفيو يعني حاجه كده تكون زي ريهرسل. انا دار اقدم لي جوب ومحمد صفوت هو الدايركتور بتاع الاتش ار، يلا يقوم يعمل لي انترفيو للجوب دي، والناس تبدا تشوف كيف الانترفيو، الاسئله اللي بيسالوك لها، الاسئله زي بتاعت لجنه الاختيار والى اخره. الحياه دي كلها اخواننا ممكنه وموجوده، يا هو بيكم كل زول عنده مهاره ولا 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 كفايه دار يقدمها للناس الثانيين يورينا. نحن عندنا الفورم بتاع التقديم للسيمينارات، ونحن مستعدين جدا ننظم كورس، ننظم دوره، ننظم جلسه بتاعت ورش زي دي. يعني الجلسه دي اصلا بدت بعباره عن ستيتس يعني ونسه، بس صراحه انا امبرست، انا كنت مندهش جدا من الطريقه اللي قدم بها محمد صفوت نفسه، وقلنا له يا اخي هنا ده في حاجه الناس المفروض انه تعرفها وكده، وبالتالي ميرج يعني. فشكرا جزيلا لك يا محمد صفوت، تفضل الفلور عندك يعني قبل ما نختم نهائي. تسلم كثير دكتور أنور، أنا سعيد جدا يعني باللقاء ده، إن شاء الله أكون قدرت أقدم قيمة ولو بسيطة لمتابعين SRF وجمعية الباحثين السودانيين. في الختام يعني بقول لكل الأهل في السودان السودانيين كل سنة طيبين، رمضان كريم، ديروا بالكم، موضوع الكورونا ده موضوع خطير جدا بجد، خلوا بالكم تماما، دائما غسيل اليدين، ما تهبش التي زون بتاعتك بيدك من غير ما تكون غسلتها لمدة 20 ثانية. شكرا لك. شكرا لك. شايف محمد البشير مصير يعني برافع يده. محمد البشير لو في دقيقة واحدة بتتكلم مداخلتك دقيقة واحدة، نديك دقيقة واحدة يا أحمد البشير. الله تعالى وبركاته. اسمي محمد البشير أبازر، طالب صيدلة في الهند سنة تالتة. فأنا شايف إنه ما في سبشن تايم، فإن شاء الله نحجز تايم كده لو عملت ميتنج، بس رسل الباسوير والاي دي إن شاء الله. تمام، ممتاز جدا جدا. الجلسة دي الميتنج الباسورد والبتاع كله موجود في الإيفنت. نحن ننظم حاجاتنا في الباحثين السودانيين بأنه بنعمل إيفنت لكل حاجة، وفي الإيفنت بيخد المعلومات، فالزول الدائر المعلومات تكون أبديتد لما يشوف لي إيفنت، والإيفنت ده في العنوان بتاعه والمقدم عجبك طوال تقول أتند ولا إنترست، أي معلومات إضافية بنخدها هناك. فإنت كده بتكون شنو تابعت الإيفنت، وكل المعلومات الريليفنت للإيفنت بتكون موجودة هناك. إخواننا يعني في ختام الجلسة الرائعة دي بوجودكم كلكم لا يسعني إلا نشكر شكرا جزيلا باشمهندس مستشار الأعمال محمد صفوت محب القهوة. أنا إن شاء الله بعد جائحة كورونا دي عازمك قهوة في الحتة اللي تختارها، سواء كان ستاربوكس ولا غيره يعني. فنيابة عن جميع المتابعين في فيسبوك والناس الجالسين حاضرين في الجلسة هنا، نشكرك جزيلا، وإن شاء الله نواصل في جلسات جاية. ونشكر دكتورة إيمان على الإنلايمنت التنوير اللي قدمته، يعني صراحة غطى برضو حتة مهمة جدا جدا، وإن شاء الله بيكم هنعمل إن شاء الله جلسات للمستقبل. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا مهندس محمد، شكرا جزيلا لجميع.